إِنَّا إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى.
بأن
أن ربك أخذنا يومئذ يدر الناس أشتاطا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
به تطمئن وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كأسف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بإله قريش لكن رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماهون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا نعبد ما أنتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بأمر ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قم يا بلال وطب ما كنا مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته وما لتلتب في جدها هبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل
سيد الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد.